اكتشفت مخزن سلاح في الكسرين، ومعناتها وتم القبض على الرهيبين، تم اطلاق سراحهم وانت احالوك على التقاعد الوجوبي. جمهورنا يحب يسالك لاباس ولا لا؟ مانيش لاباس. ماكش لاباس، احكي لنا على ايمتى هذيك. نبداو سي نوفل. انا من عندي عام وشهر نحب نلقى جواب على سؤال ما لقيتوش لتوا، لليوم راني بحذاك ما لقيتوش. علاش انا تحت التقاعد الوجوبي؟ على خاطر خدمنا ولا على خاطر فما حاجه اخرى؟ لقيت جواب بركه، معناها خرجوا سي خالد طروش في يوم ما، خرج قرا فما مجموعه نتاع ضباط عندهم ملفات فساد في العهد السابق وراه خرجناه. معناها لهنا احنا وقتها ديجا طرحنا سؤال، قلنا اذا كان عندك حاجه حيلها للعداله، لكن هذه ما نعرفش انا مش واقع، مش خاطر ثم ناس حتى ما خدموش من برا من الزملاء اللي خرجنا هذوما. ديجا موجود كوميونيكي خرجوا هو في راديو كريمه. انا قلت لهم اذا كان انا خرجت لهم في افريل 2013، قلت لهم اذا كان عندكم ملف نتاع فساد، نحكي لروحي خاطر خرجنا مجموعه مع بعض نحن كل الزملاء، لكن انا كشخص اذا كان عندك حاجه خلينا نمشيو للعداله. بالكلمه هذيك امسح تاريخ، معناها خدمه انسان 22 سنه. تو يحكيوا جماعات ارهابيه وتتنقل في ليبيا واسلحه ومدري شنو، انا الموضوع هذا حكيناه في 2011. معناتها كان تبعنا التقارير وكان فهمنا الخيوط وكان شفنا السلاح اللي عرفناه في سيدي بوزيد وفي في الشعامبي وغيره، راه كنا نجموا نفيقوا بهم من قبل، معناتها كنا نضربوا الارهاب من اللي مازال يحضر قبل ما يكبر. معناتها احنا هو لو كان ما عرفش ما جاتني فتره معينه ثم خرجت مجموعه كامله تاع امنيين، اطارات امنيه خرجتهم الداخليه معناها بين شرطه وحرس تقريبا 91 واحد خرجت مع بعضها كوادر، معناها مديرين ومديرين عامين خرجوا مع بعضهم. بون هما يقولوا كلهم ملفات فساد، لكن ملفات فساد حتى واحد متعدى العداله مبدئيا اللي ما نعرفهم انا جست ما بتدر يمكن ما اعرفهمش، اما اللي نعرفهم انا حتى واحد متعدى العداله. انت رفعت قضيه سي كمال ولا رفعت قضيه المحكمه الاداريه لحد الان ما فما حتى جواب. الجواب نتاع وزير الداخليه يقول اللي وزير الداخليه له الحق باش معناها يخرجك اعتقاد وجوبي من غير ما يعطيك علاش العسكريين وقوات الامن الداخل. اما المحكمه الاداريه تنجم تحكم ما زلت. لكن سامحني المحكمه الاداريه حكمت لطفي القلمامي ابتدائيا واستئنافيا وهناك مازال برا حكم التجدد كيف تاخذ الحكم بعد تنفيذ هذاك مشكل اخر. المهم يجي الحكم، معناتها انت توا رافع قضيه وتستنى في الحكم ان شاء الله. معناتها كيما المحكمه الاداريه من وقت من عليه كانت تحكم زاد وما يصير شيء واحكامها ما تتنفذش، بالنسبه لك انت حاسس انه عقوبه ليك على الاكتشافات هذه نتاع مخزن الاسلحه؟ على خاطر ما فماش حتى حل اخر، ما فماش حاجه، ما عنديش حتى شيء. انا بالنسبه لي انا عندي قبل الثوره وسام الشرف موجود لهنا، ومن بعد الثوره عندي وسام شرف. قبل ما يخرجوني قبل ما نخرج بشهرين مشيت مثل تونس في روما في مؤتمر دولي اورو متوسطي معناها حضرت فيه دول معناها نتاع البحر المتوسط هكا اللي نتاعك. ومن بعد فجاه اكتشفوا انك معناها انا كنت شريف حتى قبل ما نعرفش قبل ما يخرجوا برقيه معناها. ومن بعد ما ملي اكتشفت السلاح وليت ما عادش شريف. هو سلاح وبرشا حاجات واضح ان شاء الله يا ربي ينور الحق. شكرا لك سيد العقيد كامل.